حميده رئيس مجموعه جامعه عدن للمحافظه على البيئه. اولا كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه المحليه والوطنيه على الحضور ديالها لهذا اليوم اللي هو كنسموه يوم تاريخي لافتتاح المطرح الجديد بمدينه اسافي، وهو مطرح محول له به صفات يعني ماشي دوليه، فيه مركز فرز النفايات، فيه محطه معالجه، فيه وهذا ما هو تقني غادي يشرح لكم السي مكتب الدراسات. اليوم كما شفتوا كان بعض التدخل ديال الساكنه، شي ناس ساكنين هنا على المطرح، انه وقفوا كاميو ما خلاوش يدخل. كلكم عرفتوا السبب علاش. المهم انا كان الاتهام انا كنوجهه الناس اللي هم معروفين عندنا في البلاد اللي ما باغينش يخدموا هذه البلاد، هذه ديما كيقلبوا على العراقيل وكيقلبوا انهم ينفيوا الناس والطاقات الشابه اللي باغا تخدم في هذه المدينه، خصهم يبقاو غير هما، وهما اللي كانوا سبب اليوم انه صيفطوا ناس برانيين وحضروا باش يوقفوا كاميوات ما يخلوهمش يدخلوا. استاذ رحيم باش ما نخلوش المعلومه مبهمه، نعرفوا شكون هما هاد الناس. الناس غادي ما هو سياسي، كاين ناس سياسيين، ناس صراعات سياسيه، صراعات سياسيه اللي ما خلاتش انه بعض الشباب كما يقولوا الطاقات الشابه انها تخدم في هذه المدينه، ديما كيحاصروهم منهم عبد ربي. المهم ما علينا، كنقولوا اليوم كان عندنا انطلاقه، الحمد لله انا كنبشر الساكنه ديال اسافي انه المطرح القديم اللي في طريق سفت كزوله ما غيبقاش تلاح فيه النفايات المنزليه ديال الجامعات كاملين، غيبقى بعض المطرح القديم غتبقى فيه بعض نتلوه روتوشات لانه بعض الخواص باقي ما اتصلوش بشركه انه باش يدخلوا السيستم ديالهم الارقام ديال 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 الكاميوات ديالهم. الحمد لله احنا اليوم في عرس، انا كنبشروا للمدينه، بغاوه قبلوه اعداء النجاح هو داك ما قبلوش، احنا الناس راه قابله، لان 100,000 ديال البشر ما يمكنش تحبس عرض ديال الناس. اذا كتقول بان هاد العرقله اللي تمت من طرف هاد الناس اللي ساكنين بجوار المطرح الجديد يعني حشدوهم ناس اللي عندهم اغراض سياسيه، ممكن انك تاكد لنا هذه المعلومه؟ ناكد لك هذه المعلومه بانه ماشي الناس اللي بجانب المطرح هما اللي كانوا هنا، كانوا ناس برانيين واللي بجانب المطرح جلسنا معاهم وتكلمنا معاهم وعارفين بانه المطرح هنا 10 سنين وهو مبني هذا المطرح، عارفين المطرح هنايا. ولكن السي عبد الرحيم كتشوف بان هاد الناس هادو مطالبهم مشروعه، بخصوص انهم الى جينا نهضروا في الواقع انهم هما بالقرب من المجمع الشريف الفوسفات وكيحتجوا على هاد المساله ان التلوث قهرهم وغنزيدوا مطرح جديد، اذا مطالبهم بالنسبه لنا حنا كرجال الصحافه والاعلام كانت مشروعه بخصوص طلبهم في التعويض بالسكن باش يبعدوا على الضرر. وما غاديش نقول لك انا بانه انا ما غنتكلمش على مكتب الشريف الفوسفات، مكتب الشريف الفوسفات هو كتشوفوه هنا بعيد بعد امتار، هما غير هنا. هذا مطرح ماشي عشوائي، هذا مطرح بمواصفات عالميه، فيه لوتري، ما يمكنش انه يجي النفايات المنزليه وتبقى محطوطه هنا، ما غاتلقاش هذاك الشكل اللي كتشوف في المطرح القديم عشوائي، ما كاينش نهائيا.